ايه القدر اللي لم يستطع يوسف زيدان تحمله او التعامل معاه؟ ايه القدر اللي هزمك؟ طعنات المحبوبين في الظهر. عندك صراع مع الزمن؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان في حاجات خايف ما تلحقش تعملها. لا مش مهم. بتخاف اعمالك تتنسي؟ بتخاف ينسى اسم يوسف زيدان؟ ولا شغلني الموضوع ده. يعني ينسوا ولا يفتكروا دي حاجه تخصهم هم. انا اللي يخصني انا اني اكتب، وكتبت، ومن يكتب لا يموت. طاووس.